العزيزة نورهان طمان، وهنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية. وطبعا مبدئيا نورهان صباح الفل عليكي، أهلا بيكي معانا، وعايز أسألك على تفصيلة كده. صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع، زي ما عودناكم هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، ولكن كمان خلينا نفكركم بأهم مباريات اليوم. يمكن في تصفيات أوروبا للمؤهلة لكأس العالم إن شاء الله، منتخب فرنسا هيواجه كازاخستان الساعة 3، ومنتخب أسبانيا هيواجه جورجيا الساعة 6، والساعة 6 أيضا إنجلترا هتواجه ألبانيا، ورومانيا هتواجه ألمانيا، وإيطاليا وبلغاريا الساعة 9 إلا ربع. أما بقى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، فليبيا النهاردة هتواجه تنزانيا الساعة 3، ومنتخب تونس هيواجه غينيا الاستوائية الساعة 3 أيضا، والساعة 6 السودان هتواجه جنوب أفريقيا. ونروح بقى لأخبارنا، وأول خبر معانا من موقع يلا كورة: مدرب المريخ سنحاول خلق مشاكل الأهلي ونتطلع للفوز. قال الإنجليزي لي كلارك المدرب أو المدير الفني لفريق المريخ السوداني أن هو بيدرس النادي الأهلي في الفترة الحالية بشكل كبير جدا، وقال أن هو دخل معسكر مغلق منذ 7 أيام لدراسة النادي الأهلي، وكمان يمكن اتكلم بشكل محدد جدا على هجوم النادي الأهلي، وإزاي هو في الأيام الحالية بيدرسه وعارف أنه هجوم النادي الأهلي هو يمكن أقوى يعني أو أكبر نقاط القوة داخل الفريق. المدير الفني إن شاء الله النادي الأهلي هيواجه مريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ومن موقع في الجول وخبر معانا هنا، يمكن اتكلمنا قبل كده كتير عن بعض الإهمال الطبي في الدوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. معانا خبر بين موقع في الجول: في الدرجة الثالثة المسعف والسائق كان يؤديان الصلاة، نقل لاعب مصاب بسيارة ملاكي. شهدت مباراة بدر وشباب القباري في دوري الدرجة الثالثة واقعة غير اعتيادية، دخلت عربية ملاكي أرض الملعب بعد إصابة لاعب في صفوف فريق بدر، ونقلت اللاعب من الملعب بدلا من عربية الإسعاف اللي يمكن كان زي ما قلنا المسعف والسائق كانوا مشغولين بتأدية الصلاة. يمكن دي طبعا زي ما قلنا دي مش أول وقعة نشوفها في بالشكل دوت في الدوريات المختلفة المصرية، نتمنى ان احنا ما نشوفش المشاهد دي مرة اخرى. المباراة طبعا انتهت بفوز بدر بهدفين مقابل هدف. ومن موقع وجريدة اليوم السابع: فريدة عثمان مشروع ميدالية جديدة لمصر في أولمبياد طوكيو. تأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان اللي بتواصل النجاح والتألق لطبعا أولمبياد طوكيو للمرة الثانية على التوالي، بعد ما حصلت على الميدالية الذهبية أمس في الكأس الدولية اللي يمكن بتستضيفها الولايات المتحدة في سباق 100 متر فراشة. طبعا كل الأمنيات بالتوفيق للسباحة المصرية والنجمة المصرية فريدة عثمان إن شاء الله، وتشرفنا وتحقق ميدالية لينا في طوكيو. وأخيرا بقى من موقع سكاي نيوز: قبل صافرة النهاية رونالدو يغادر الملعب أمام المنتخب الصربي. يمكن شفنا مشهد كان غريب شوية، قام بيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ما خلع إشارة الكابتن ورماها في الأرض وغادر الملعب قبل انتهاء المباراة، وده يمكن اعتراضا على حكم المباراة اللي قرر استمرار اللعب بعد ما سجل كريستيانو رونالدو هدف صحيح والكرة يمكن كلنا شفناها ان هي تخطت خط المرمى. طبعا الهدف اللي كان هيغير سير المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، رونالدو خرج بشكل غاضب جدا اعتراضا على حكم المباراة. يمكن دي كانت أبرز أخبارنا هنا من داخل موقع وجريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. كل الشكر للزميلة العزيزة نورهان طمان، واللي بتمثل قطر. أنا في أول حتى تقدمتي ليها قلت إيه، عايز أسألك على حاجة، الله بصلي على النبي قطر. طب مش هسألك يا نورهان وحدردش مع نهواند في النقطة دي. بنشكرك جزيل الشكر، نورتينا، أهلا بيك.